بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. مشاهدينا في كل مكان طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد الذي يتجدد بكم ودقة زار. ودقة زار هو دق ناقوس الخطر لكل مظاهر الدجل والشعوذة ولكل مظاهر الضحك على الناس ولكل مظاهر النصب باسم الدين. دعوني في هذه الحلقة أتحدث معكم عما طرحناه في هذا البرومو الترويجي لهذه الحلقة حول السحر. السحر ذكر في القرآن في عدة آيات وذكر في عدة مواضع وأيضا ذكر القرآن بواقع حال وبوصف حال حينما كان موسى مع السحرة وإلى يعني آخر هذه الآية التي كانت تقول يعني وأتوا بسحر عظيم، وذكر كلمة عظيم أو وصف عظيم كانت عائدة على السحر. إذن السحر يمكن أن يكون من الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير حال الإنسان، يعني مع ذكر السحر في القرآن، وده سؤال بنسأله كتير، هو ممكن السحر يستطيع أن يعطل حياة الناس؟ يعني يعطل زواج، يعطل رزق، يعطل ترقي في الشغل، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الأخ وزوجه، كل هذه الأسئلة وغيرها، وأيضا مع أنواع السحر المرشوش وغير المرشوش وما الفرق بينهما أطرحها على ضيفي وضيفكم الخبير في هذا المجال هو فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا وسهلا، جزاك الله عنا خيرا. أنا يعني عايز صدر حضرتك يتسع لنا في هذه الحلقة تحت أمرك، لأن جات لنا أسئلة كتير ويمكن بناء عليه كلمنا حضرتك وقمنا بالتجهيز لهذه الحلقة، وحضرتك مشكورا كالعادة يعني لم تتأخر عنا، جزاك الله خيرا. هو مع ذكر السحر في القرآن ووصف السحر بأنه أتوا بسحر عظيم، حينما يعني أتوا بسحر واسترهبوا أعين الناس وأتوا بسحر عظيم، كلمة عظيم هنا عائدة على السحر. طيب هل هنا تعظيم السحر أو العظمة للسحر لقوة السحر؟ أولا أبدأ حديثي بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. أولا مشكور على هذه المقدمة لما فيها من دلالة واضحة تبين أن السحر ثابت بكتاب الله وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت مشكورا وتحدثت عن السحر في عدة آيات متكررة في كتابه العزيز في سورة البقرة، وطبعا تطلع الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا ذكرت كلمة سحر لما فيها من دلالة بأن السحر ثابت وموجود بيننا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي قصرة السحر واخرج المسيخ الدجال. لو حضرتك خدت بالك أن قصرة السحر وخروج المسيخ الدجال ارتباط أن السحر الدائم بيننا وموجود في حياتنا إلا أن تقوم الساعة إلا المسيخ الدجال. فلا شك ولا ريب بأن السحر ثابت وموجود، وغير السحر يعني العين والحسد. ولكن لو هل تبدأ النهاردة نبدأ عايزين نركز النهاردة عن السحر، لما له من خطورة ولما له من انتشار بين الناس؟ السحر أنواع والسحر علامات، مش كلمة بتقال وخلاص، كلمة مش سهلة. يعني ما ينفعش واحد يقول لواحد انت مسحور بدون اي علامات ولا دليل. طب ايه دليل ان انا مسحور؟ ايه دليل ان انا منظور بعين؟ ايه دليل ان انا مأذي اصلا؟ ولكن لو افترضنا ان الكلمة بتقال اي حد انت مسحور، انت مسحور، طب ايه هو نوع السحر؟ طب ازاي اكتشفت ان انا عندي سحر؟ طب هل القرآن يبين اذا كنت انت مسحور ولا لا؟ يقول لي عم الشيخ احنا بينا في عصر الالفيه الثالثه والرابعه و2020 ما فيش حاجه اسمها سحر والكلام ده. اقول لك لا، ارجع معايا لسيدنا موسى مشكورا كما تفضلت. سيدنا موسى ايه اللي حصل مع سيدنا وهو كريم ربنا مباشره؟ صحيح، ورسول من اولي العزم. ايه اللي حصل مع سيدنا موسى؟ لما شاف الاحبال والعصيان اللي هي في الاصل احبال وعصيان تحولت الى حيات ثعابين، فأوجز في نفسه خيفة موسى. خاف ولا ما خافش؟ خاف ورجع ورا. يعني أهل العلماء لما فصلوا الآية رجع سيدنا موسى خطوتين ورا كما قال في الأثر، فأوجز في نفسه خيفة موسى كنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سبحان الله. ويعني سيدنا موسى كلمة ربنا شاف الإحبال والعصيان تعابين تسعى. أقول لك طبعا، بدليل ان القرآن نفسه
ومن اصدق من كلام الله بكلام، كلام جميل كده. قال لك ايه؟ فوجد في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. لما سيدنا موسى ألقي ما في يمينك، العصايه اللي بتوقع على سيدنا موسى لما رماها على الارض، ال 40 ساحر، ال 40 ايه؟ ساحر في يوم الزينه، لما العصايه وشايفين ان هي عصايه تحولت الى حيه اكلت كل ما هو على الارض من عصيان وحبال، تلقفوا ما يأفكون، تلقفوا ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. عاوز اقول لك ان ال 40 ساحر قالوا لا، ده الكلام كلامنا، والسحر سحرنا، والصناعه صناعتنا احنا، ازاي ان عصايه تاكل عصايه؟ ازاي؟ قروا ساجدين لسيدنا موسى. كلام كده. الشاهد هنا من دلاله السحر ان السحر يؤذي ايا كان من الاشخاص الذين يقومون الليل ويقرؤون القران ويستغفرون ويقيمون الصلاه ويحجون ويعتمرون، ان السحر يؤثر فيهم. نعم. سبحان الله. يعني هتقول لي يا شيخ ابراهيم انا بقرا قران وبصلي وبقرا البقره 39 يوم وبقرا البقره 40 يوم وبقرا كتير وبسمع قران كتير، السحر اتعرض ليا ازاي؟ هتقول لي انت عندك سحر ماكول او مشروب او معلق او الاخلافه بناء على ايه؟ طب ما انا بقرا القران، طب ما انا بصلي، طب ما انا بعمل، طب ما انا بسوي. اقول له يا اخي كليم الله اتاذى، كليم الله ماشي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ما تقوليش اختلف فيه العلماء، لا، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعرض لسحر 3 ليالي بلا لهن كاملين. تعرض النبي لسحر ولا يعرف النبي انه مسحور. وكان النبي اقيم الليل حتى تورم قدماه. وشرف النبي شرف. صح ولا لا؟ طب هنا ادخل مع حضرتك في السؤال مباشره. اتفضل. هل يستطيع السحر تعطيل حياه الانسان؟ طبعا. امال هو بص المفهوم المعنى لكلمه السحر هو تغير الحال من حال لحال، ده المعنى الصحيح. السحر اذا وجد في اسره، في رجل، في امراه، في فتاه، في شاب، في شركه، كلام ده تغيير الحال من حال لحال، من غنى الى فقر، من صحه الى مرض، من اسره مكتمله مكتفه في كل امور حياتها، تقام على الدين، تقام على الاحترام، تقام على الادب، تغير الحال الى تشتت في هذه الاسره. بس خليني اسالك انا سؤال، انت بتتكلم على السحر كلمه عامه ولا سحر بكلمه خاصه؟ لا حضرتك توضح لنا يعني ايه كلمه عامه ويعني ايه تخصيص هنا. تمام. المعنى بتاع السحر كلمه عامه. بمعنى ايه كلمه عامه؟ يعني السحر ثابت بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره ناكر ابدا، ولا ينكره عاقل. ولكن في من السحر انواع، يعني في من الاسحار انواع. الكلمه مش كلمه سحر وخلاص. لا، في حاجه اسمها سحر معلق، سحر مدفون. واحنا شفنا الكلام ده كده في حلقات ضيق الازهار، السحر المدفون في المقابر. اللي ظهر حمله اسمها حمله تنظيف المقابر، الناس اللي كانوا بيعترضوا، ويعني ايه اسحار؟ مفيش حاجه اسمها اسحار. البرامج اللي بتطلع اللي تتكلم على الاسحار، هو في اصلا حاجه اسحار؟ طب ما طهرت قدامك المقابر والصور والعروسه اللي متكلفته والقفل مش عارف مين، كل دي اسحار ظهرت في مقابر، في حمله تنظيف المقابر، فلا ينكره عقل. عندك سحر فلكي يتجدد كل شهر عربي. ولكن انا عايز اسالك سؤال، هو السحر لابد له من دخول جن او يشترط معاه جن يؤثر على جسد الادمي؟ امال بيتم ازاي؟ امال اثره على الانسان بيكون ازاي وبناء على ايه؟ تمام. اولا احنا اعترفنا في اول الحلقه ان السحر ثابت وموجود وله علامات وله انواع، علامات وانواع. في الحلقات المقبله ان شاء الله مين لو حصل حد اظهر هنتكلم فيها عن ايه؟ عن انواع السحر بالتفصيل. تمام. ولكن انت عارف انا مدرستي مننا من المعارضين دخول الجن داخل الجسد. تمام. دي مدرستي. ابى من ابى وشاء من شاء. انا بقول من النوادر قوي ان الجن يدخل جسد ابن ادم. تمام. ولكن يؤثر على جسد ابن ادم من الخارج، اقول لك ده امر طبيعي وامر صحيح. طيب بنشوف ناس بيروحوا لشيوخ، بيروحوا كنائس، بيروحوا اماكن عده ومراكز علاج، بنلاقيهم بيتكلموا كلام هم ما يعرفوش يتكلموا، بيتكلموا لغات.
تمام وهو صح. بيكون انسان بسيط، ام يعني لا يقرا ولا يكتب، تمام. ست بسيطه ما تعرفش لغه انجليزيه ولا فرنسيه، بتتكلم انجليزيه او فرنسيه بطلاقه، صح، وكانها يعني عايشه ومقيمه في 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 في, في فرنسا او اوروبا او بالظبط كده. فانت عايز تقول لي ان ده عباره عن ايه، فسر لي ده، اخد منك الاجابه ولكن بعد حنان المتصله او المتصله معانا في حلقه النهارده. حنان اتفضلي. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. والنبي ما تقفل التليفون ده، انا ما صدقت لقيتك، الناس كلها دلتني عليك. تحت امرك يا فندم. بس صدقني والله ده بيحصل، اصل اهلي حطوني في مصحه وقالوا عليا بكذب واللي بشوفه غلط. طب اتفضلي يا فندم انا معاك. انا دلوقتي متجوزه بقالي 10 سنين، تمام، وكل ما جوزي يعني نقعد كده احنا لوحدنا الاقي في قطه على طول تقعد تلف في الشقه، تمام، وبعدين كل ما يجي يقرب لي الاقي صوته هو بقى زي صوت الست، وتقعد يقعد يزقني ويقول لي مش عايزك، انا ما خلفتش منه، وتقعد تطلع لي صوت كده واقول له انت صوتك متغير ليه، انت صوتك متغير ليه، يقول لي انا صوتي مش متغير، اقوم الصبح اقول له انت ضربتني وصوتك متغير، يقول لي لا ما حصلش. وفي قطه بس مش قطه سودا والله، تمام، بس هي على طول ماسكه فيه ماسكه فيه. قلت لاهله وقلت لاهلي وقلت لاما وقلت لها، قالت راح اخواتي قالوا عليا انت باين عليكي فقر ونحس وكده، وخدوني ايه ودوني المصحه. تمام. الراجل قال لهم هي بتجي لها هلوسه ولا انا عارفه ابصريه ده اللي هم بيقولوه. والله قلت قعدت ادور. هلاوي السمعيه. هلاوي السمعيه وبصريه. هلاوي السمعيه وبصريه يا حنان. لا والله بقى ماشي انا مصدقك. لا 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 بقولك على اللي قالهولك. كل ما يقرب لي تطلع لي صوت كده ويزقني والله. طب ممكن اسالك سؤال؟ طب اسمعيني بس، ممكن اسالك سؤال؟ في حد بيشوف القطه دي غيرك؟ هم كلهم يقولوا لي عشان هو بيحط لها اكل. يعني مثلا سؤال، في حد من الناس اللي معاكي بيشوف القطه ديت؟ لا اللي بره البيت، لا اللي بره الدار عندنا دول. امال مين اللي بيشوفها غيرك؟ امي. امك بتشوف القطه؟ بتقول لي دي القطه دي قطه عاديه بتجيلنا وبتروح، بس القطه بتتغير لونها لما هي بتبص لها، هي القطه مش سودا، تمام، بس ايه شكلها غريب وتفضل بصالي، ولا اما اولع الباجور واجي اعمل حاجه تقعد تعض فيا. طيب حاضر، اسمعي الحلقه كامله وانا هوضحها لك دلوقتي. حاضر. طب شكرا حنان، وموضوعك غايه في الاهميه، يعني اللي بيحصل ده حاجه نفسيه. مشكور على الاتصال ده. اه ان هو فتح السؤال بتاع ساعتك. طب اتفضل. انت سالتيني سؤال دلوقتي، امال ايه اللي بيتحكم في الانسان؟ بالظبط كده. انت عاوز تقول لي، انت بتقول الجن ما بيخشش جوه. طيب امال المرضى او السحر بيتحقق ازاي بالناس؟ لو افترضنا افتراض السحر مرشوش. السحر المرشوش ده مادة، مع احترام في هذا اللفظ، مادة نجسة، السحر مادة مش كويسة، مادة نجسة. لما ترش على هذا السيراميك أو الرخام ده، افترض إن السحر ده معاه طلسم أو معاه شيء مش كويس. هل الشيء ده لو احنا شلنا البلاطة ديت بعد الشخص اللي إبراهيم عدى عليه وشلناها رميناها، السحر انتهى؟ حضرتك بتقول. انا بسال سؤال عام اهو، في سؤال تنكيري في سؤال اجاوب عليه نفسي. كلام جميل كده. طيب حمل تنظيف المقابر، الاصهار كل اللي طلع صورته من القبر او الاعمال او الملابس او على خلافه طلع مقابر، هل خروج السحر من المكان المدفون فيه هل هو ابطال السحر؟ على الاطلاق لا. يعني مش مجرد ان انا الاقي السحر اللي معمول عليه صوره فلانه او علانه واخده وارميه كده، خد المنشط ده زمان بياكل الكلام ده. اتفضل. ليس علاج السحر بإتيان السحر. اه لا يشترط علاج السحر بإتيانه. يعني مش شرط ان انا الاقيه عشان اتعالج. مستحيل. بس خد بقى برضك قبل ما نخش في التوضيح، عاوز اقول لك حاجه. اتفضل. طب يا شيخ ما احنا رحنا عند ناس، وده لسان الناس اللي هم بيسمعونا وتوصموا فينا خير، اسال الله ان نكون اهلا للنفع. يقول لك ما انا رحت عند سي من الناس المشايخ وقرا عليا القران، وبعد ما قرا عليا القران جاب حله وغطاها وحط عليها المصحف وقرا قران على المصحف، او حط يده على المصحف وقرا قران،
وبعد 5 دقايق فتح الحله لقى العمل. والاغرب من خيال ان كان في اسمي. دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه بقى ودي رساله جايه اهي. نفس اللي حضرتك بتقوله ده بعتها يعني احد الـ 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 يعني اصدقاء صفحه دقه زار، بتقول انا خدوني ودوني لحد جاب العمل اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط كده، طلع الحاجه باسم بنتها اللي هي رايحه بيها. صح. تفسير ده ايه؟ التفسير ده ايه؟ اللي هيعمل العمله ديت او الواقعه ديت او الفعل ده ساحر مش معالج. وهوضحها لك. وشتان. هوضحها لك حالا دلوقتي. احنا النهارده مسمينها القاعه مفتوحه. تمام. كلام جميل من كده زي ما قلت لي استمح استحملني بالظبط نخلي القاعه مفتوح عشان الناس تعي وتفهم يعني ايه علاج ويعني ايه اخطاء. هو مكاني هنا ومكان سعادتك مش هنقول الناس صلي. لا هنقول الناس صلي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا يا جماعه. اقرأوا قرآن، استغفروا، بس احنا هنا بنتكلم عن عارض موجود وبيتحكم في الإنسان. أنا سمعت بعض المشايخ، أسأل الله أن ينفع بهم الإسلام برضك، ما فيش حاجة اسمها قرين. نعم. ما فيش حاجة اسمها قرين. 99% من الناس اللي بتشتكي من السحر والحظر العين إنما هم أمور نفسية. يعني الناس اللي بتتلوى في الارض دي امراض نفسيه؟ ده انا سمعت الكلام ده. بس يا مباشر طبعا انا ما اعرفش اسكت. دي طبيعه فيا صراحه. طلعت بس مباشر توضيحي. قلت استنوا هنا. الكلام ده كلام محترم وكلام دين. بس في فرق ما بين دكتور جراحه عامه يوجه الناس على الفيتامين وعلى الوقايه وعلى التحصين عشان ما يمرضوش. كلام جميل ويحترم لا غبار عليه. قصدك ممارس عام؟ بس انا عاوز دكتور متخصص. انا عندي حاجه في القلب وعاوز دكتور قلب، مش هروح لدكتور ممارس، اروح لدكتور متخصص. هيقول لك ده دكتور وده دكتور، البعض في يعني. في فرق. في فرق. ايه هو الفرق هنا؟ ان الدكتور ممارسه عامه خد فيتامين كذا، خد كذا، خد كذا، هيقوي جهاز المناعه عندك. المفروض يحيلك للمتخصص. صح كده؟ حينما يجد متخصص. ولو كان عنده شيء من الكبر شويه يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها سحر وحسد وعين وكلها امور وهميه وامور عوامل نفسيه. عاوز تقول لي بقى ان البنت اللي بتحلم احلام مش كويسه تتعرض قصدك الاحلام شيء من الواقع. لا ده انا هاجي بقى للاحلام دي وهكمل مع حضرتك المسيره اللي حضرتك بتحكي فيها دي، بس بعد ما اخد ياسمين وارجع تاني اكمل مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. ياسمين اتفضلي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ الله يرفع قدرك. بحييك جدا على البرنامج وعلى المعلومات المفيده اللي حضرتك بتقدمها لنا. حياك الله. الحقيقه انا متابعه حضرتك من زمان وبرنامج مفيد جدا وكان نفسي اوصل لك. جزاك الله كل خير، ربنا يكون نافع الناس. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. هل السحر ممكن ان يفرق بين زوج وزوجه؟ يعني بعد ما كانت العلاقه ما بيني وما بين زوجي كويسه جدا. تمام. واحنا متجوزين يعني عن حب وكده، فجأة بعد الزواج حصل نفور كده ومشاكل، يعني بلاقي مشاكل كتير بدون سبب. تمام. مش بلاقي لها أي أسباب. ربنا يوميا لازم مشاكل كتير. ربنا عز وجل كان في سورة البقرة عن السحر التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب أنا أعرف منين إن ده سحر وإيه اللي المفروض أعمله؟ طيب نعرف إن إحنا مسحورين لازم معالج بالقرآن يقعد ويسمع منك القصة من أولها لآخرها. قبل لما يقرأ القرآن خالص لازم يستمع لك استماع كامل. طيب. عشان يعرف يحدد هل في أمور دنيوية هي اللي عملت المشكلة ولا فيش أمور دنيوية، وده أمر خارج عن نطاق الحياة فسموه سحر، وهل هو نوع سحر اسمه إيه غير سحر التفريق، وهل القرين متحكم فيه ولا لأ. طيب أتعالج منه إزاي؟ نفس القصة، لازم الشيخ المعالج مش الراقي هو اللي يستمع لك. طب شكرا ياسمين. العفو. شكرا لحضرتك ياسمين. تعالى بقى. هو هي قالت سؤال عام برضو بس هنجيله. بس النهارده الاسئله اسئله عامه. معلش يعني برضو ما هو ازاي اعرف جميلة. ازاي اعرف ان انا عندي سحر؟ ده سؤال مهم. بس نكمل القصه اللي حضرتك ذكرتها، وازاي اروح لحد يقول لي اتفضل ادي العمل بتاعك اهو واللي عمله لك فلان الفلاني. احنا هنتكلم عن الشيء ومغالطات المشايخ. تمام. يعني الاثنين هنمسك الحبل النهارده باب نفع للناس. الشيخ اللي يعمل كده انا مش هسميه شيخ، ولو كان ملتحي ولو كان لابس طاقيه وغطره ماليش دعوه. الشكل اللي عامل فيه لو حتى يعني موجود ومتشابس باستار الكعبه ولو قاعد في المسجد. تمام. كلام جميل كده. الفعل اللي عمله دوت
اسمه سحر، هو عمل سحر، او هو كما قال القرآن سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انت لسه بدأت الحلقة مشكورا بيها. يعني هو عمل ايه؟ هقول لك مثال بسيط قوي، والكلام ده مثال للجمهور الجميل. هو النبي لما كان مسحور ما عرفش ان السحر في بئر زمان ليه؟ ما عرفش. تخيل اللفظ ده، ما عرفش. يبقى ابراهيم، او مش ابراهيم عشان ما حدش اللي بيسمعونا من المشايخ او ايا كان بقى، ايا كان المسمى، هيجيب لي العمل بتاعي وانا موجود قدامه تيجي ازاي؟ انهي دين؟ وفي انهي سنه؟ وفي انهي منهج تربوي ومركز ديني؟ ان انا هجيب سحر الواحد قاعد قدامي، وفي الاصل النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي بسحره الا ان الله ارسل الامين جبريل وميكائيل عند راس وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السحر بتاعك فين؟ ومع ذلك انت لسه قايل وبتؤكد ان ليس شرطا للعلاج الاتيان بالسحر. تمام. طيب هفصل لك يعني ايه الشيخ ده جاب العمل وفي اسمه زهان الديباني، او في شيء بملابسه، او في صوره من صور. هقول لك ازاي. انا في رحله هشرحها لسعادتك، ويا ريت كل المشاهدين الكرام يسمعوها كويس جدا مني. وقبل المشاهدين، المشايخ اللي بيعالجوا الناس اللي بينكروا القرين. زمان جالي واحد، الراجل ده عايش في الكويت، هو في الاصل مصري بس هو شغال في الكويت. الراجل ده جالي مصر، قال لي يا شيخ ابراهيم انا اسمع عنك وانت على ثقه، بس معلش انا عاوزك تيجي معايا عند الساحر الفلاني بدون ذكر اسماء. طب ليه يا عم؟ من ذهب منكم الى ساحر او الى دجال؟ قال لي معلش ضروري، الامر في غايه الاهميه، وانا خايف اروح لوحدي وعاوزك تيجي معايا. انا رحت لسببين، اتعلم الساحر ده بيعمل ايه، بيأذي الناس ازاي. الغرض الثاني، هل هينصب على الاخ اكون سبب توعيه ليه ولا لا، وكانت النيه على ذلك. تخيل انا رحت ودخلنا المكان، ريحته قذره، اسال الله ان يعافينا يا رب، ودي ريحه الساحر والدجال حتى لو كان مسلما. قعدت قدامه. ما هو مش ساحر مسلم بالمناسبه. لا، في ساحر مسلم. لا، ما هو يعني اذا لجأ للسحر فهو كفر، ولكن هو يعني خلاص النطاق العام بين الناس هو مسلم وليس بكافر، ولكن النطاق ولكن الدين هو كفر موزع على محمد صلى الله عليه وسلم. جاب ترابيزه، جاب ورقتين عملهم عرايس، اقسم بالرفع السماء بلا عمد، فضل يرقص العرايس الورق العرايس كغزير ترقص على الملهى واحنا قاعدين. انا عارف ان ده امر سحر، فده امر ما فيهوش فيه مشكله بالنسبه لي. الاغرب بقى اللي من هنا بدا ملفي ومنهج الامر العلاجي بالقران عن القرين. من هنا، من اليوم ده تحديدا. طب ليه؟ ليه بقى؟ جاب ومشى صوف عملها سبع عقد. عملها ايه؟ سبع عقد. سبع عقد. احنا عارفين القماشه الصوف لما بتتعقد بتتكرمش قوي، لازم تتكيو عشان ترجع حلوه زي الاول، ومن الصعب قوي فكها. برضك الامر ده ما خطرش على بال، لانه قال الراجل يمسكها تحت ايديه كده، وحط ايده الراجل الساحر على ايده كده، وقرا ايه؟ ايات او تراسم معينه. تمام. تمائم. وبعد كده ايه؟ الراجل بيقسم بالله انه حاسس ان في حاجه بتتفك من تحت ايه؟ ايده. المهم قال له اثبت على هذا الامر، ثبت، وبعد كده قال له فك ايديك، فكها، طلعت القماشه مفكوكه وكانها لم يمسها احد. مكويه. برضك الامر ده امر طبيعي، ساحر. لا طبيعي ازاي؟ ساحر. انت القماشه معقوده، وقال له امسك عليها وفك ايدك لقاها مفكوكه. طبيعي. طيب ده طبيعي. ده طبيعي. ده طبيعي ساحر. طبيعي بالنسبه ليا كمعالج. ليك انت، لان انت عندك خبره باعمالهم. ولكن مش طبيعي للناس. ماشي. بالظبط كده. لكن طبيعي ليا انا. انا بتكلم عن نفسي في الموقف ده. الغير طبيعي بقى. واللي من هنا بدا معايا ملف القرين. قال لي يا شيخ ابراهيم انت مستغرب؟ قلت له لا. قال طيب في حاجه انا عايز استغرب لك ليها وركز معايا فيها. قلت له اتفضل. قال لي الراجل ده اسمه فلان الفلاني الفلاني الفلاني. قبل ما ينزل بثلاث ايام سحب فلوس بالبنك كذا 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 ومبلغ كذا، والراجل ده قاعد قدامك او قاعد جنبك ومعاه مبلغ من المال كذا. فصلي.
طب هو عارف منين؟ بيشتغل في البنك؟ فسر بقى. ولو بيشتغل بنك يطلع منين؟ ولو بيشتغل في بنك فلوس في جيبه عرفها ازاي؟ اللي بينكر قرين، اللي بيقول لك ما فيش حاجه اسمها سحر على قرين، اللي بيقول لك ما فيش حاجه اسمها اصلا قرين، ده قرين جرع الوسواس بس. طب ما ربنا فعلا قال كده، القرين جعل الوسوس للناس، بس له وظيفه ثانيه، وظيفه ثانيه الناس معترضه ليها، المشايخ مش قادرين يدرسوها، يقول لك احنا بنريح دماغنا. طب عايز تقول لي يعني ايه الواقعه اللي حصلت بقى؟ عرف منين الراجل ده معاه فلوس بالمبلغ؟ قال لي يا شيخ ابراهيم انتوا بتعالجوا الناس بالقران. قلت له اه. قال لي واحنا اللي بنأذيهم بالقران. شفت المعنى؟ بالقران. قلت له نعم. قال لي واحنا، لا انا عايز افهمها دي، اللي بنأذيهم بالقران. ازاي؟ قلت له عمر القران ما انزله الله ازاء لاحد. القران شفاء ورحمه وسكينه وربنا نفس الاسراء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قال لي صح. بس لما اكتب صوت الرحمن بالشقلوب واحطها بحاجه معينه عشان تلاصم معينه، ده قران، ده تحريف في القران. زي الواحد بياخد الايه ولا تقربوا الصلاه وسكت، ده كده بيحرف في القران، ده مش تحريف، ده كمان يعني والعياذ بالله ده اهانه. قلت له طيب ماشي، ده كفر بالقران. قال لي ما سالتش نفسك سؤال، انا عرفت بيانات الانسان اللي قدامك ده ازاي؟ قلت له لا. قال لي من قرينه، استدعى قرينه. قلت له طب وانت مالك من قرينه؟ قال لي مش ربنا قال في سوره الاعراف انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قلت له صح. قال له برضك قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال في سوره الصفات قال قائل منهم اني كان لي قرين. قلت له ده كلام جميل، ساحر اللي بيقرا القران ده مش انا، ده ساحر. تخاف عليه ساحر بيدرس عشان يأذي انسان؟ حافظ الكلام ده. قال لي انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني خادم السحر اللي انا بعته عشان يأذي الشخص الادمي في تعطيل زواج، في تعطيل انجاب، في سحر ماكول، في سحر مشروب، بخلي خادم الجن خارج الجسد وخلي قرينه يتحكم فيه حتى لو كان وقيم الليل. يعني انت ده شفت اللفظ ده مفترق طرق في حياتك، شفت شفت التغير الفكري، والكلام من ساحر من دجال او من دجال. هتقول لي ولا ياخذ بكلام الساحر فهو كفر بالله؟ هقول لك ما هو وراني دلائل. لا غير كده كمان، ما هو الشيطان نفسه، او يعني صدقك وهو كذوب، القصه المعروفه يعني. كلام جميل سيدنا ابو هريره، صدقك وهو كذوب. كذوب، فقد يكون هذا السحر ايضا صدقك وهو كذوب. ده عمل ايه؟ ده شد ستاره كده، ادي هدوم داخليه بتاعت امراه، ادي ضوافر مش عارف مين، ادي شعر مين، ادي صور مين، ايه ده؟ قال لي الناس دول جايين عشان يأذوا ناس. عاوز اقول لك كاتب ورقه يصلي لا يصلي، يصلي لا يصلي. طب ايه الفرق اللي لا يصلي يصلي؟ قال لي عشان لو بيصلي هتحكم في قرينه بقوه، عشان قرينه يخليه وهو بيصلي يطلق مراته. قلت له نعم. قال لي وهو محروم من الانجاب وما عندوش اي اسباب طبيه ولا هي عندها اسباب طبيه يطلق مراته بسبب الانجاب، ولما يطلقوا دي تتجوز خلف، ده يتجوز وخلف. لا ده انا لازم اخد امل بقى. اتفضل امل، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي يا امل، اتفضلي. كنت عايزه اكلم الشيخ ابراهيم بعد اذنك. ما حضرتك، اتفضلي يا فندم. والله يا شيخ احنا دايما بنستناك يعني، وربنا ينفعك بعلمه يا رب دايما. ربنا ينفعك وينفعكم يا رب. ربنا يخليك يا رب. هو المشكله عندي ان دايما الاقي نفسيتي تعبانه من غير سبب. نعم. ودايما حزينه كده ومفيش توفيق قوي في حياتي. تمام. وفي نفس الوقت رحت بقى للشيخ وحاجات زي كده، قالوا لي طب خليني بس اسال سؤال، انت انسه ولا مدام؟ اتفضل. لا انسه. انسه، عندك كام سنه؟ 26. طيب يعني ايه مفيش توفيق في حياتك؟ توفيق يعني دايما كده مثلا ابقى خلاص داخله الحاجه وبعمل كل طاقتي فيها، بس سبحان الله تيجي على اخر لحظه في كذا حاجه ما تكملش، يعني كشغل كذا حاجه برضه سبحان الله. طب خير اقول عباره يعني كل حاجه انت عاوزاها ما بتحصلش، مع اني بعمل كل جهد يعني. طب هل اللي انت مش عاوزاه بيتم حدوثه يعني بيحصل؟ هو في حاجات وحاجات مش كله يعني بصراحه. طب انا مش هسال الاحلام، ولكن هسال سؤال واحد بس. اتفضل. هل في كوابيس معينه بتراودك كل يوم؟ في كوابيس، في كوابيس فعلا. عباره عن بحس ساعات ان حد اكن بيقتلني في الحلم.
تمام بس مش باين وشه، تمام وساعة تانية أحس إن أنا بتخنق كده، وساعات أصحى مفزوعة من النوم وأنا بصوت. طيب هل انت رحت المعالجين بالقرآن؟ رحت ودوني حاجة اسمها ترياق، رحت شربتها وكده، انزل مثلا اي حاجات من بطني، فيقولوا لي ده سحر، بس برضو ما فيش اي حاجه طيب بتتطور ولا اي حاجه. بصي يا اختي الكريمه، يا رب ينفع بيك الاسلام يا رب ويشفيك من كل بلاء. الترياق ما تاخدهوش تاني في حياتك، ودي رساله مني ليكي وكل من يسمعنا. الترياق هو مرض احنا بناخده، يعني الشيخ ازاي الترياق لو انا خدت معلقه صغيره على كوبايه لبن او كوبايه عصير او كوبايه ميه وشربتها هجيب كل اللي في بطني عن طريق الفم او عن طريق الاخراج، وده مشكله كبيره جدا في الايام دي يا جماعه، وغير الايام ديت، يعني غير الايام دي هو الترياق ما هو الا علاج لسم بس. يعني ده مش سحر ولا الكلام دوت؟ لا 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 يا فندم على الاطلاق، اللي بياخد وسيله، اولا ما فيش حاجه اسمها اعشاب لسحر ولا اعشاب لعين ولا اعشاب لقرين. طب مفيش. وفي برضه بخور وحاجات زي كده ايوه بيدوها ماشي. البخور ايه هو البخور؟ بخور بيتولع كده والواحد بيعدي عليه، اسمه ايه؟ مش عارفه بصراحه. طيب بص يا فندم، في انواع من البخور تضر الانسان ولا تاتي بنفع، في انواع من البخور تكون وسيله للشر لا وسيله للخير، وفي انواع من البخور تاتي براحه نفسيه وسكينه وهدوء وشفاء للناس. ولكن انا بقول لك روحي لمعالج تاني ويسمعك كويس جدا، ولازم يتلو عليك القران. كنت عايزه اجي عند حضرتك وكده، يعني هو المركز ازاي شرف اتواصل؟ بيكي، لو في ارقام على الشاشه مش عارف هم حاطينها لا للاستعلام، في ارقام على الشاشه حضرتك ممكن تتواصلي معاها. انا يا تحت امل امرك يا فندم. هتوصلك بكل سهوله. شكرا امل. زي ما حضرتك شايف ان في الناس عندها مشاكل، وذكرى سحر مرشوش، عايز اوري حضرتك فيديو وعايز حضرتك تعلق عليه وهتشوف من الفيديو ده ايه. حاضر. لو جاهز الفيديو كلاني يلا بينا نعرض. يلا بينا اتفضل. جاهز؟ زي ما حضرتك شايف. تمام. دي ناس ممكن تشيل استراب. دول بنتين. تمام. زي ما حضرتك شايف كده. ايوه. واقفين بالليل. تمام. متحينين فرصة معينة. تمام. بص حضرتك معايا حاجة على ايديها الشمال. شفتها كيس كده او في حاجة. ايوه. ايوه. بتفضيها هي دلوقتي. تمام. ايه فضت الكيس بتاعها. تمام. وتمام التمام. تمام. يلا والتانية خلاص خلصنا المهمة هنمشي. تمام. ده كده يعني نموذج، النموذج التاني زي ما حضرتك شايف برضو ده محل من تمام. المحلات. تمام. مكان. الست اللي قاعدة دي دلوقتي حد هيجي يناولها حاجة. أو هي تطلع حاجة في شنطة. أو هي هتطلع حاجة. أيوة. وهترشها. وهتبتدي ترشها على الباب كله، يعني على كل الباب. تمام. وهسألك ليه على كل الباب؟ يعني ليه هقول مش جزء لساعتك منه حالا يعني. دلوقتي. اهي بص يا فندم. هي هتبتدي بقى بايديها التانية الشمال تقريبا. اهي بصنعة لطافة كده، دي متدربة يعني تكاد تكون متدربة. فاهمة هي بتعمل ايه. فاهمة بتعمل ايه. اعتاد على هذا الأمر تقريبا. مش عايز حد يشوفها يعني. لأني برضه هسألك سؤال، لو حد شافها وعرف إن ده مثلا سحر بيترش يعمل إيه في ساعتها؟ هسأل حضرتك السؤال ده. حاضر. بس بعد ما نكمل الفيديو. بص حضرتك اهي هتطلع، بتبص يمين بتبص شمال، شغل بقى مباحث. بص اهي هتبدأ من غير ما حد ياخد باله، رش 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 رش، كملي. نعم. ده على بص يا فندم بلغة المصريين على العتبة. تمام صح؟ اللي هو كل اللي داخل واللي خارج هيعدي عليها. تمام. طب هنا بقى ده لو ده محل. تمام. بيدخلوا زباين مثلا. تمام. ممكن يتأثروا بالسحر ده؟ لا. تمام. ما انا هاجي لحضرتك في السؤال ده. حاضر. هي كده هي رشت. بص يا فندم هي بترش على العتبه نفسها. تمام. تمام خلاص خلصت المهمه. شكرا باي باي. برضو نفس الموضوع اهو ماشي بيرش. ده بقى متجاب من كذا كاميرا. الغريب انه شيخ. الغريب انه ملتحي. الموضوع مش موضوع ده طبعا مش باللحيه اكيد. انا لسه سعادتك دلوقتي الموضوع مش موضوع اللحيه. لا لا ده صحيح ده صحيح. بص حضرتك ده متجاب من كذا مكان من كذا زاويه. يا سلام ده بيشتغل شغل عالي جدا. ده بيرش عارف حضرتك يعني بمعلمه يعني او بمزاج. نعم. رش يا حبيبي رش. ما شاء خليني الله. خليني ارجع انا بس سؤال للاخ ده بعد ما يرش كده ممكن يروح يصلي العشاء مثلا؟ ممكن اوصله كم العادي. ما شاء الله ما شاء الله. الناس بتستسهل حاجات كتير في الحياه. برضو نفس الموضوع. ده برضو نفس الموضوع. اتفضل ثانيه. رش 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 رش. برضو ده متجاب من كذا زاويه. نعم. او في كاميرا يعني كانت سبحان الله رصداه اهو.
خلص ورشه ومشي وتمام. خليني ارجع ليك، هو المعنى كله واحد. يعني فكره الرش ده والتوي بعد اذنك الكلاني، فكره ان الناس بترش او بص فندم بص برضو دي يعني ما شاء الله يعني، وتروح بقى تنام مرتاح وممكن تصلي وتدعي ربنا وتقول يا رب بعد اللي عملته. طيب شكرا. سؤالي لحضرتك قالته لحضرتك، يعني دلوقتي هي بترش على عتبه معينه، العتبه دي بيعدي منها ناس زباين، بيعدي منها اصحاب المكان، ممكن الناس اللي بتعدي ممكن تتصاب؟ لا، هو السحنه اللي بتعمل من ساحر بياخد بيانات صاحب المحل، مين صاحب المحل، مين المدير التنفيذي للمحل، مين المسؤول عن المحل، او مين المقصود بالسحر، مين المقصود، يعني ابراهيم المقصود، فيحصل ايه؟ ويكون صاحب المحل المحل يفلس، في بضاعه كتير جدا ما اعرفش فلوسها راحت فين، الناس بقت انا عديت على المحل، انت ما تجيش ليه يا عم ثاني، انا عارف المحل والله وشفتك وانا عديت على المحل، هو ايه اللي بيحصل؟ العين. انا اتصل بيا يعني حد عندهم محل كوافير، بيقول لي الحل لما فتحنا كان كويس، دلوقتي الحل انا قفلت المحل. قلت له ليه؟ قال لي انا في ناس كانت بتعدي من قدام المحل تقول لحضرتك بتقوله ده، احنا مش شايفينه، احنا مش شايفين المحل برغم ان هو منور وفي كشافات وفي معروف ويافطه محطوطه كبيره، مش شايفينه، مش شايفينه، والناس اللي بتراود على المحل اصلا في الاصل بداوا شيجوا، بداوا يطلعوا بحجج. طب معلش اصل انا كنت عند والدتي، اصل بقت حجج لمجرد ان هو ما بقاش يعرف يدخل كوت يومه. وارد يكون سحر مشوش. بس انا بربط هنا، وانت حضرتك تعرفني جيدا، لما بتكلم بقول انا مش بربط كل حاجه بالسحر والحسد والعين، مش شماعه بعلق عليها كل اخطاء. اكيد ممكن طبعا يكون انا عندي سلبيات في محلي لدرجه ان الناس مش شايفه المحل او مفيش بضاعه كويسه، ولكن اذا توفرت العلامات، الله عز وجل قال في كتابه العزيز وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كل حاجه ليها علامات، لو توفرت العلامات ان دي تدل ان ده سحر مرشوش لابد ان صاحب المحل اتعالج. يعني مش العتبه، لا العتبه دي اتشالت خلاص، احنا كسرنا العتبه دي، عملنا رخام جديد، هل ده يدل ان السحر بطل؟ لا، لان في طلاسم معينه عدى عليها صاحب المحل. لا، ده حضرتك بتتكلم في حاجه مهمه جدا، معلش تاني وعايز اركز صدق فيها. انت عايز تقول لي لو المحل ده صاحبه باعه سابه وراح خد محل تاني في منطقه تانيه فهو ملاحق بالسحر؟ طبعا، الا ان يتعالج. ده كلام يعني، لا ده في حاجه اخطر، يعني السحر مش مرتبط بالعتبه. ايه رايك لما فتاه او امراه اتصل بيك تقول لك يا استاذ هاني احنا بنشوف خيالات في البيت، حاجه بتعدد من جنبنا، بنشوف فران دايما، بنشوف حد بيسمع صوت حد، تعالج المكان ولا تعالج اصحاب المكان؟ ايهما؟ تعالج اصحاب المكان. ما تعالجش المكان. ليه؟ طب ما الناس بتشوف خيالات في البيت ده. اسال المريض، طب لو رحت مكان تاني مش بيتك هتشوف خيالات؟ هيقول لك لا. طب انا عندي سؤال مزدوج، ها؟ اللي هيشتري المحل اللي كان مصاب هل هيصاب باذى؟ هيصاب باذى. ولو صحاب البيت اللي حضرتك بتتكلم فيهم دول كانوا بيشوفوا خيالات وحاجات، سابوا البيت وجا ناس غيرهم هيشوفوا برضو نفسه؟ هتقول ازاي؟ لانه خد من الميكروب، بس مش كل المرض، الفيروس اتنقل، اتمس في حاجه اسمها مس، مس اتمس، بس مش مريض، عارض. ولكن السحر مش عارض، انا بسمي السحر مرض، زي الآية بتقول يعني يتخبطوا الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنت كده وقعت نفسك في مشكلة. عاوز تقول إن المس هنا مس خارجي ولا مس دخول؟ ها حضرتك بتقول مس خارجي. المس من الخارج، مس يعني هنا أنت عايز تقول برضه إن مفيش جن بيدخل جوه جسم الإنسان؟ أبدا، أنا مع المدرسة تقول لا يدخل الجن داخل، ولا ومن النوادر قوي، عشان ما أقول لك إيه، الشيخ ابراهيم شهاب بينتمي للمنهج المعتزله، والمعتزله هم اللي بيقولوا الجن بيخش الجسد، انا بقول الجن لا يدخل الجسد على الاطلاق، من النوادي الاولى ما بيخش، وانا اميل لهذا الراي لما رايت من مخالفات تعرض الجسد الادمي الى ايذاء نفسي. خد بقى العباره دي الله يعزك. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، طب ما هو القرين جوه جسم الانسان، والقرين جن، والقرين جن. طب انا ليه ما قلتش جن؟ ليه؟ لان القرين الله خلقه فيك حالة خاصة، عايز تقول أو هو مخصص لده. الكبد موجود ولا تشتريه تحطه؟ السكر، البنكرياس، الأمعاء،
شيء ربنا خلقه فيك. بس انا عاوز اقول لك حاجه عشان وقت البرنامج، اوعى تفكر ان الامراض السحر والحسد والعين يشترط بها جن دخول عشان كده ما تشفاش. لا، ده في اعراض تبين ان القرين هو الاساسي، هو اللازم للانسان الادمي يتحكم في الانسان. وهوضح لسعادتك مثال بسيط جدا. هتقول لي اديني دليل ان القرين لما واحده بتروح لمعالج في اول حاجه ذكرتها وما علقناش عليها، الشيخ لما بيقعد معها بتبدا تتكلم كلمات مش مفهومه او كلمات انجليزي مش لغتها مثلا. تقول لي ده جن ولا مش جن؟ هقول لك مش جن. ليه؟ ده مين؟ ده قرين. اقول لك بالدليل، ان لو سالت المراه او الشاب انت كنت واعي؟ كنت سامع نفسك؟ كنت يعني واعي وداريان بينا؟ بس مش عارف اسيطر على بقي، مش عارف اتحكم في الكلمات اللي بقولها، وانا مستغرب نفسي. طب ده خطا مين؟ ده خطا الشيخ. خطا الشيخ؟ هو الشيخ خطا في ايه؟ هو الشيخ اللي بيخليه يتكلم؟ ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. لما اروح لشيخ ويقرأ عليا قرآن وهو ما عندوش الدراية الكاملة انه يفرق ما بين الأعراض النفسية والأعراض التوهمية والهواجس السمعية والبصرية والوسواس القهري وبين القرين، هو أخطأ. لأنه في مكان مش في مكانه، هو في وضع مش بتاعه. يبقى التشخيص أدى إلى مرض. أهم شيء التشخيص السليم. أخي الكريم، أنا قلت لك ليس العلاج بالقرآن الكريم، قرآن يتلى فحسب. عرضتني على الهوى مرة قلت لي يا شيخ إبراهيم عيب، ما ينفعش تقول الكلام دوت، العلاج بالقرآن هو قرآن فقط. قلت لك لا، خد مني العبارة ديت، ليس كل العلاج بالقرآن الكريم قرآن يتلى فحسب. ليه فحسب؟ لأن في ناس جاية متوهمة إن عندها سحر ولفت عند مشايخ طيبين غلابة عندهم الرقية الشرعية فقط، عندهم زيت زيتون على مسك ودهنوا جسمكم يا جماعة ويلا، عندكم خرب حنظل وتبخر، عندكم ترياق واشربوا، عندكم حب الملوك واشربوا، ده مش علاج. أنا هاخد آخر اتصال في الحلقة. سحر يعني عشان ما نختمش الحلقة كده ونسيب حد معانا على التليفون. سحر اتفضلي. ألو. أهلا بيك يا سحر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حابه اتواصل مع الشيخ ابراهيم. مع حضرتك الشيخ ابراهيم يا فندم، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ كل. من فضلك بس انا كنت عايزه اكلمك في اكثر من حاجه بتحصل عندي، فانا عايزه اعرف ده مرتبط بحسد مرتبط بسحر. هو اولا مفيش حاجه اسمها حسد مرتبط بسحر. لا يعني ده مثلا حسد سحر. يعني اي نوع، يعني حسد او عين او سحر. تمام. يعني انا على قدر من الجمال كويس جدا بشهادة اللي حواليا، اللهم بارك، محترمه جدا، اللهم بارك، شهادتي عاليه، ما عنديش اي حاجه تمنع مثلا اي حد ان هو يقرب ليا. تمام. وكل ما بيجيني مثلا حاجه كويسه في شغل، اي حاجه تبقى كويسه ما بتتمش للنهايه. تمام. فيعني في اكتر من شخص قالوا لي ممكن يكون في حاجه انت وحشه حطيتي عليها، او مثلا بيتك في حاجه مش هو اولا بس يا سحر، ما ينفعش الشيخ طول الوقت بيتي برضو والدي واهلي واخواتي كلنا في مشاكل، مشاكل فعلا يعني ما بنلحقش نفوق منها. تمام. فانا عايزه اعرف يعني انا اعمل ايه بالظبط؟ سيبيني اسالك سؤال. ممكن بامانه ربنا انا مش منتظمه في الصلاه. طيب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. رحنا للمعالج بالقران؟ لا ما رحتش، انا تواصلت معاه على النت، هو قال لي اقراي سوره معينه ونومي لا تحلمي بيه قوله لي، وانا هشوف اذا انا يعني يستدعي ان انا اجيلك بيتك اشوف في حاجه ولا لا. لا بص يا فندم، يعني من ضمن بص يا استاذ سحر، من ضمن الاخطاء اللي بيقع فيها الناس والناس طيبين بيتغرقوا بتعلقوا باي شيء، العلاج عبر التليفون حرام، عبر النت لا يجوز، مفيش علاج الا بتواجد المريض امام المعالج. تمام. ده اول شرط عشان نعرف احنا فينا ايه يا سحر، لازم نروح لمعالج بالقران ويكون يتقي الله، ما يخطاش اخطاء غير شرعيه، كلام جميل كده، ويقعد يستمع لك استماع كامل ويقرا عليك قران ويحدد الوصف الصحيح الدقيق ايه، لو في نظره عين هيبقى ليها علامات، لو في سحر
هيبقى ليها علامات. ولكن لو كلمتيني على النت انا كابراهيم شهاب هقول لك لو سمحت يا فندم انا ما بعرفش اكلم حد على النت، العلاج في المركز او في مكان العلاج هو الامر الصحيح. بشكرك يا سحر واعتقد الرساله وصلت. تمام. ختاما فضلت شيخ ابراهيم. ختاما ايه؟ سيبني اشرح لك حاجه. طيب يعني حضرتك اللي عايز تشرحه ده نختم بيه. حاضر. اتفضل. انا عاوز اقول رساله عامه. كلام جميل كده قبل ما نخش في حلقات داء الزار لتوضيح الامور. تمام. مفيش حاجه اسمها زيت زيتون على مسك ادهن بيه الجسد. هتقولي طب ما زيت الزيتون ذكر في القران اللي هو يعني بيعالج وبيشفي. معلش انا اسف يعني انا بعترض على هذا الامر. مفيش واحده تدهن جسمها بمسك انجليزي ولا مسك احمر ولا مسك ابيض تدهن جسمها. الكلام ده امر خطا. مفيش واحده، ودي من ضمن الاخطاء اللي جات لي النهارده وانا حبيت انبه خايف على الامه. انا ما بتكلم خايف على المسلمين وغير المسلمين والله. تقول لي انا عايز فوطه صغيره اضعصها مسك واحطها في جهاز تناسل للمراه ليه؟ عشان تخلفي. الكلام ده غير صحيح، ده يبوظ جهاز تناسل للمراه. كلام جميل كده. مفيش ترياق، مفيش حنضل، مفيش ان انا اخد حب الملوك. كل هذه الامور لا تمس العلاج بالقران الكريم لا من بعيد ولا من قريب. ولا في رجله. الكلام ده مفيش. ولا ملح خشن ارش عشان اكسر العين اللي داخل البيت. الكلام ده مش صح. ولا اقرا البقره 40 يوم. ده في ناس بتقول لك نرش الملح علشان أيوة. يعني نفسد اي حاجه. الكلام ده غير صحيح. ولا قراءه البقره 40 يوم. يا شيخ ده قران بقى، ده انت بتتكلم كده في كده قران. سوره البقره اخذها بركه وتركها حصر. سوره البقره امر على الراس. منين 40 يوم؟ جابوها منين؟ و39 و35 والاوراق 39 بقى. هل ورد في القران ان احنا نقراها 40 يوم؟ ولا في السنه. ولكن ده من ضمن الناس الطيبين المشايخ اللي يقول لك ايه خد مسكن. لا انا عاوز علاج يا جماعه. العلاج بالقران الكريم لابد له من عزيمه واراده وقوه وتوضيح الامور. في اسباب للشفاء خذ بها، اسباب شرعيه اتفق عليها اهل العلم انها تفيد ولا تضر. ايهما اخطر؟ ها؟ السحر، الحسد، العين. العين. العين؟ العين اقوى من السحر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا سم الاعين ان العين لحق تدخل الرجل القبر والجمل القدر لولا شيء سبق قدر الله سبقته العين. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. في سؤال تاني قبل ما اختم بقى، وقتنا انتهى. انا هختم بحاجه واحده بس، رساله مني. واذا احيانا الله عز وجل وجمعنا ان شاء الله التلاته الجاي ان شاء الله. رساله مني توضيحيه. العلاج بالقران الكريم امر واجب وله امور شرعيه لكي يتخلص الانسان من امور تتعرض الى الجسد الادمي دون الدخول الى عوامل نفسيه. انا بشكر حضرتك، والنهارده حلقه عباره عن توطئه ومقدمه لعده حلقات قادمه. يا رب ادعو حضرتك ليها ان شاء الله بدون انقطاع باذن الله تعالى على هذه الشاشه. ان شاء الله، اسال ذلك ان شاء الله. وسنجيب على كافه الاسئله لكافه المشاهدين، وايضا الاسئله التي ترد الينا والاسئله التي لم ترد الينا. شكرا فضيله الشيخ ابراهيم شهاب. جزاك الله خيرا. ايضا بشكر مشاهدينا على حسن المتابعه. يتجدد بكم اللقاء والحلقه القادمه وداء زار الى مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدبان يحييكم. الى اللقاء. يا عيني يا ليلي.